لدكتور أم الليلة موضوعنا الزكام والإنفلونزا، والعناوين هي: هل تشعر بالتعب والإرهاق ولا تعرف أن ما يصيبك هو إنفلونزا أم زكام؟ وكيف تستطيع أن تقوي مناعتك وتحصن نفسك من الأمراض الموسمية؟ وتعرف معنا على أهم الأخطاء الشائعة المتعلقة بالإنفلونزا والرعش، وما هي أهم الأطعمة والمشروبات التي تساعد جسمك خلال إصابتك بالإنفلونزا أو الزكام؟ أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من دكتور أم. الجميع بلا استثناء مر بهذه الأعراض: أنف محتئن ودرجة حرارة مرتفعة وحلق ملتهب. هذه الأعراض مشتركة بين مرضين هم الزكام والإنفلونزا، وهن مرضين بيصيبوا الجهاز التنفسي الأعلى عند الإنسان. المسبب الرئيسي لهذه الأمراض فيروسات شديدة العدوى، بس نوع الفيروس هو المختلف حتى في المرض الواحد. التقرير الجاي بعرفنا أكثر على الإنفلونزا والزكام والفروقات بينهم. الزكام هو نوع من أنواع العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، ويعد أكثر الأمراض انتشاراً وشيوعاً. كثير من الناس يقللون من شأنه، لكنه يعد السبب الرئيسي في التغيب عن المدارس والعمل. الزكام هو عدوى تصيب الغشاء المخاطي للأنف والحلق، وأحياناً الممرات الهوائية والرئتين. وغالباً ما يصاحب الزكام انسداد في الأنف، وربما تنتقل العدوى إلى الأذنين والجيوب الأنفية والعينين. وفي أحيان كثيرة قد تصل إلى الحلق فتسبب ألام الحلق وبحة في الصوت. وعندما تنتشر العدوى إلى الممرات الهوائية والرئتين فإنها تتسبب في الالتهاب الرئوي. يستمر أخف أنواع الزكام أياماً قليلة، أما العدوى الحادة فقد تستغرق أياماً كثيرة. أما الإنفلونزا فهي مرض معدي تسببه مجموعة من الفيروسات والتي تصيب الثدييات والطيور، وعادة ما تتسبب أمراض الجهاز التنفسي الالتهاب الرئوي والذي بدورها قد يؤدي للموت. كما تسبب هذه الفيروسات أعراض أخرى كالسعال وألام في العضلات والإرهاق وصداع واحتقان. ينتقل فيروس الإنفلونزا بالهواء عن طريق السعال والعطس، والفيروس شديد العدوى وسريع الانتشار، ومن الممكن قتل الفيروس عن طريق المنظفات أو التعرض لأشعة الشمس. فلهذا ينصح بغسل اليدين دورياً للحد من انتشار العدوى. ويسبب فيروس الإنفلونزا عدوى موسمية تؤدي إلى موت آلاف كبار السن والأطفال كل عام. هذا باختصار تعريف وتوضيح الأمراض الرشح والإنفلونزا. وتنفيكم أكثر استضفنا الدكتور نظام أبو حسين، استشاري جراحة عامة ورئيس قسم الطوارئ في مستشفى برجل، ليشاركنا بهذا الموضوع. دكتور نظام أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، الناس اليوم موضوعنا اليوم هو عن الرشح وعن الإنفلونزا اللي هي مرض العصر اليوم، بس بداية شو هو الفرق بين الإنفلونزا والكومن كولد أو الرشح؟ هو يعني هما تقريبا يعني المتعارف عليه بين الناس هما نفس الشيء، ولكن بالنسبة احنا كأطباء يعني الكومن كولد أو الكولد خلينا نحكي هو عبارة عن التهاب فيروسي بيصيب الجزء الأعلى من الريسبيرت، الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي والأنف، ويؤدي الاحتقان وارتفاع بسيط في الحرارة. والسبب المباشر لها الكولد اللي نسميه كولد اللي هو عدة أنواع من الفيروسات تقريبا يصل عددها ل 200 فيروسز، عشان هيك علاجه صعب جدا. بالنسبة للفلو هو عبارة عن التهاب فيروسي كمان، ولكن في فيروس تقريبا خاص اللي هو هيومن انفلونزا فيروس اللي بيصيب برضو المنطقة العليا من التنفس والأنف والحلق والبلعوم. القضية في الفلو أو الهيومن إنفلونزا فيروس الأعراض تبعته بتكون حادة جدا، حادة أكثر ومخاطره أكثر،
مخاطره أكثر، والمريض ممكن يتعرض لالتهابات رئوية بكتيرية، يتحول لالتهاب في الجيوب الأنفية، التهاب في الأذن الوسطى، النيمونيا أو الالتهاب في الرئة الخطير. وحتى في بعض الأحيان إذا بنرجع شوية لورا كان في إبيديميك طبعاً يعني عن السواين فلو، عن مظبوط حتى يعني هو حياته يعني للأسف راد حياته كمان أرقام عالية من هذا المرض. إذا بنتذكر أيام الخمسينات وقبل أيام الحرب العالمية كان بالآلاف بالملايين ماتوا في الحرب وقبل الحرب العالمية بسبب الإنفلونزا اللي هو الكومن كولد اللي إحنا نعرفه حالياً، بس طبعاً مع التطور صار في يعني بفهموا إنه الفلو مرض المفروض ناخده بعين الاعتبار أكثر جدية. نعم. نسبة لعوارضه، نسبة للمخاطر تاعيته، الكومبليكيشن تاعيته. نعم. دكتور، من حيث العوارض شو أكثر شيء بينتبه الشخص اللي عنده فلو؟ هو الفلو العوارض الرئيسية الأساسية. يعني عادة الكولد بيجي شوي بطريقة تدريجية، ولكن الفلو بيجي سبوت يعني سريع جدا خلال ساعات يعني أو أقل من ساعات يتطور المرض بسرعة. بيشعر المريض بارتفاع حاد بالحرارة، ممكن تصل حرارته ل 40 في بعض المرضى. الزكام والاحتقان في الحلق، الشعور بال وجع، ألم في العضلات، ألم بالعضلات، وجع الرأس، حتى الاستفراغ ممكن، فقدان الشهية، كثير الأعراض يعني شديدة كثير صراحة، بتخلي المريض عادة يروح المستشفى أو يراجع قسم أقسام الطوارئ في مستشفيات الدولة. ولكن الكولد يعني الناس بتكون اقل حده شوي صراحه، يعني حراره، ما في حراره عاليه اكثر، في اكثر شيء مثل الرانينج نوز، شوي التهابات في الحلق، احتقان او حكه بالحلق، وشويه حراره ووجعه راس ومعظم الناس بياخذوا حبه بنادول وكذا، بتمشي الامور معهم على حسب اعتقادهم، بس الفلو بيكون وضعه شديد كثير صراحه. كيف ممكن ينتقل المرض من شخص لآخر؟ الالتهابات الفيروسية هي عبارة عن هي دروبلت انفكشن أو تنتقل عن طريق الهواء، وتنتقل كمان عن طريق السكريشن أو الإفرازات بتطلع من المريض، فالملامسة وملامسة أغراض المريض كمان أي شيء حول المريض قد ينقل المرض اللي حوله، فلذلك الناس اللي عايشين مع المريض هم أكثر عرضة لانتقال المرض، الأطفال في المدارس، أصحابهم اللي حواليهم هم أكثر عرضة للانتقال كونهم قريبين، الملامسة وكثرة الاختلاط. يعني حتى نتجنب شوي انتشار المرض بيستحسن أنه مثلا واحد يغسل إيديه نعم كل وقت، أو مثلا يستعمل كمامات أو حتى غلبس. يعني هي استعمال الكمامات بجوز شغلة أحيانا صعبة على الناس خاصة بالأطفال، ولكن على الأقل تعويدهم على غسيل اليدين أكثر مرة في اليوم. تعرف التطور العصبي بتشوف ناس كثير، بتقابل ناس كثير، الحركة كثيرة، فانتقال الفيروسات صار أسرع من الأول. دكتور، الطقس قديش بيلعب دور بانتشار الفيروس؟ يعني هل الهيوميديتي العالية أو الواطية لها دور فعال بانتشار الفيروس؟ هو قلة الهيوميديتي بتساعد أكثر على انتشار المرض. الهيوميديتي العالية بتخفف من حدة انتشار الفيروسز. الطقس مثل ما اتفقنا انه وجود الناس خاصه في البرد، فبيحاولوا يكونوا في قريبين من بعض مشان الدفء وكذا، فهذا بيؤدي لانتقال المرض اسرع من المواسم الثانيه في السنه، في الصيف اقل شوي، فانتقال انتقال الفيروس عن طريق الدروبلت انفكشن والملامسه، وبيزيد في اللي اقل هيوميديتي او الهيوميديتي القليله في الجو. قديش في اشياء او قديش في واحد الاشخاص تمون تعمل يعني كونفيوز بين الحساسيه والكومن كولد؟ هو كيف فينا نفرق عن بعضهم؟ الحساسيه طبعا المريض او الشخص ممكن دائما بيكون عنده الصباح شويه سنيزينج وبعد ساعتين ثلاث بتروح، عادة هذول بيكون عندهم حساسية إما من الجو، شغلة بالأواعي بالملابس، وإلهم سيزن معين، وإلهم عادة سيزن لأنه في بعض الجنز اللي بتطلع من الشجر من الزراعة بتكون موجودة في موسم معين في السنة، ففي الربيع خلينا نحكيها في بلادنا وكذا بيكون أكثر عرضة إنهم يتعرضوا للحساسية. ولكن الكومن كولد او اللي هو الفلو بيجي له سيزن، يعني مثلا بالوينتر بالشتاء اكثر من مواسم الربيع، اللي اكثر مرض الربيع او الحساسيه. بس الفرق هون اكثر شيء انه الكومن كولد يعني بخلال 7 إلى 10 أيام ممكن يكون انسان صاحح بصح منه، بينما الحساسيه
كوقت تاخذ اكثر بتضلها على طول، وبعدين اعراضها الحساسيه يعني بتتعدى مرات الشهر او الشهرين. مزبوط مزبوط، واحيانا في اوقات معينه باليوم مثلا الصباح الباكر احيانا بتزيد، لا بتعرف الواحد بيكون بتعرض للمهيجات هاي اللي في الجو. دكتور متى ينصح الفاكسين؟ باي حاله؟ بالكولد ولا بالفلو؟ والله هو بالفلو اكثر لانه حدته اكثر، بس طبعا ننصحهم ياخذوا الفاكسينز في الناس اللي حتى مناعتهم قليله وبتجيهم حاله الفلو كثير في السنه، ننصحهم ياخذوا الفاكسينز قبل الشتاء، يعني مثل خلينا نحكي بشهر 9 10 في الامارات مثلا، لانه يعني يحضر حاله لسنه يعني طويله مشان يزيد المناعه تبعت الجسم. ف في شيء كونتر انديكيشن له للفاكسين؟ الفاكسين طبعا الكونتر انديكيشن اهم شيء انه يكون المريض يعطينا فكره انه هل عنده حساسيه، عمره اخذ الفاكسين من قبل ولا، لانه في ناس عندهم حساسيه صراحه، وفي ناس عندهم مثلا حساسيه من البيض والسمك، لانه الفاكسين نفسه بيصنعوه بالميديا تبعت البيض تقريبا. يعني اذا اشخاص عندها حساسيه على البيض مفروض ما ياخذ الفاكسين الاحسن، او هذا اهم شيء بالفاكسين. نعم، لانه هو يعني نموه على البرودكت تبع الاكس. مزبوط مزبوط، هذا والا ما في غير هيك ما في اي كونتراندكيشن. ما يكونش طبعا ما يكونش عنده حراره المريض، عنده مثلا حساسيه مفرطه، ما يكونش عنده اي مرض عضال مثلا مرض مزمن، ما يكونش عنده حراره في نفس الوقت طبعا. ايه احيانا طبعاً لازم يكون الفاكسين. لانه احيانا ممكن بعد الفاكسين يعمل حراره، بيعمل شويه حراره وبتعب المريض بزياده. مزبوط. نعم دكتور، قبل ما ننتقل للجزء الثاني من حلقتنا اليوم، الانسان العادي يلي ما عنده امراض مزمنه قديش ممكن خلال السنه يصير عنده فلو؟ يعني من 3 إلى 5 6 مرات. 3 إلى 5 6 مرات نعتبرها نورمال. الأطفال أكثر شوي، لأنهم الأكثر طبعا عرضة بيعيشوا في كلاسز مع الأطفال، بيختلطوا أكثر 6 إلى 12 مرة إلى 10 مرات تقريبا بالطريقة هاي. خلينا ننتقل لحلقتنا اليوم اللي هي عبارة عن شاب بيعاني من مرض الفلو أكثر من 6 أو 7 مرات بالسنة. بدنا نعرف إذا هذه الشغلة مرتبطة بالجهاز المناعة ولا لا. بنشوف الربو بنرجع بعد للستوديو لنتابع الحلقة معك. صراحة الفترة الأخيرة عانيت جدا من الزكام هذا، مش عارف على شو السبب، يعني هل هو تغير الجو ولا مناعة الجسمانية تعبانة، يعني ما قدرت يعني تتغلب على هالمرض. فأتمنى يعني أني أوصل لحل يعني للعلاج الطبي من ناحية الزكام هذا. اللي عاني من حالات الزكام يعني بشكل عام أكثر من شيء، يعني حرارة بالجسم، دموع، بلاعيم، رعشة، صداع بيجيني يعني متفاوت يعني، وفوق هذا يعني أحس برجفة عظام جسمي، أحس بدبول، نوع من الدوخة هديني، حالات العطس يعني تكون كثيرة، وشدة في ألم في البلاعيم طبعا. طبعا انا استعملت عدة ادوية كثيرة، حاولت اني اوصل لعلاج لهالزكام والحالة اللي انا فيها، لكن للأسف يعني على الادوية، على كثر الادوية اللي اخذتها صراحة ما في اي نتيجة، ما في اي تحسن. اتمنى ان القى فكرة او خطوة معينة يعني للقضاء على هالحالة المرضية اللي انا بعاني منها، وفي نفس الوقت يعني احاول يعني من باب الخطوات والتعليمات اللي نتلقاها من عند الدكاترة والمسؤولين ان كيف نقوي مناعتنا من هالمرض او نتجنب هالشيء.
أهلا وسهلا فيك دكتور مرة ثانية. أهلا بك، الله يخليك. هذه كانت حالتنا اليوم دكتور. بالنسبة للمناعة، شو هي المقومات اللي ممكن تقوي المناعة عند الإنسان؟ يعني مهم جدا يكون الإنسان خالي من الأمراض العضال أو المزمنة مثل السكر، الضغط، أمراض القلب، كلها هاي بتأثر على المناعة، خاصة السكر، مرض السكر طبعا. الصحة والنظافة العامة مهمة جدا، الرياضة، إلى جانب الرياضة طبعا الأكل، وخفيف السترس، تخفيف السترس، تقليل ساعات العمل، ساعات العمل الكثيرة برضو مجهدة للجسم، بتخفف مناعة الجسم. الأكل الصحي، كثير من السوائل، الخضروات والفواكه الطازجة، كلها هاي بتساعد تبتعد عن التدخين. يعني اللايف ستايل كله بيأثر جدا صراحة على بحالتنا اليوم. نحن شفناها، شو هي نصيحتك بالنسبة للحالة تاعيت اللي شفناها اليوم، وشو العلاج ممكن يتوفر للأخ؟ مهم جدا هو يتأكد انه ما عنده مشكلة مرضية غير الزكام بتأثر على جهاز المناعة تبعه. جهاز المناعة هو عبارة عن جزء لا يتجزأ من الجسم، مثله مثل الكبد، مثل الكلى. إذا كان في عنده أي مشكلة في الجسم أو في الجهاز المناعة نفسه، طبعا بده يكون عنده مشاكل كثير غير الزكام كمان أو الرشح. فمهم جدا يراجع طبيب، يتأكد أنه ما عنده مشكلة صحية، يتأكد أنه بيأخذ سوائل كافية في اليوم، أو بيأكل المأكولات الطازجة الغنية بالفيتامين سي والزنك، كلها بتساعد على تقوية مناعة الجسم. طبعا مهم مثل ما حكينا انه يراجع طبيب، لانه في احيان بيكون عندهم بعض الناس التهاب في الجيوب المزمن، وبيؤدي لتكرار عمليه الالتهابات والكولد فلو. هاي الناس ما بيعرفوا، بقول لك ليش انا عندي اكثر من غيري، بكون عنده مشكله، بكون ادينويدز لحميه بالاذن بالانف عفوا، التهابات مزمنه باللوز مثلا، بتخفف مناعة الجسم، بتؤدي للتكرير، تكرار الالتهابات الكومن كولد أو الفلو نسميها. هل تعتبر هالأشخاص إذا كانوا ماشيين على إذا كانوا بالسابق أخذين أنتيبايوتيك، كتير أنتيبايوتيكس، ممكن الأنتيبايوتيك أسرع المناعة تاعيتهم ويخليهم عرضة للفلو بهالشكل هيدا؟ هو مزبوط الحقيقة. يعني إحنا ننصح دائما الناس ما يأخذوا المواد الكيماوية هاي، الأنتيبايوتيك والعقاقير، كلها تز كيميكلز وبتأثر على الجسم، بتطلع عن طريق الكلى وعن طريق الكبد، بتأثر. اليوم يعني مثل حضرتك بتشوف بالطوارئ، وأنا بشوف بالعيادة، يعني في كتير مرضى إنه بيعالج الكولد أو الفلو بيعالجوا بالأنتيبايوتيك وبدون ما يجي للطبيب، يعني بيروح على الصيدلة وبيشتري الانتيبايوتيك اللي ممكن يصفو الصدر، مع احترامي للصيدلة. وحتى بعض الأطباء كمان بيعالج المرض من بدايته بانتيبايوتيك. فقديش النظرية صحيحة؟ لا، هو خطأ. وقديش هي خاطئة؟ وشو اللي ممكن توجهه، الرسالة ممكن توجهها؟ هو خطأ أحيانا طبعا. أنت في النهاية إذا المريض متكرر وبيجي ما تحسن، بس بدي بس علي عشان دكتور قبل ما تفضل، علما أنه كمان المريض منه سهل. يعني في عندك كتير مرضى من أول نهار بلش بالأنتيباتيك. يعني في كمان هون شغلة توعي عند المريض أنه بالنسبة له الأنتيبيوتيك هو الحل، صح، بدون ما يفرق إذا هذا التهاب جرثومي بكتيري يحتاج لانتيبايوتيك، او هو التهاب يعني زكام او كومن كولد او فلو من فايرال انفكشن اللي ما له ادويه. صح، مزبوط. هو يعني بتكون البراكتس تبعه اول مره اخذ انتيبايوتيك واعتقد انه تحسن بسبب الانتيبايوتيك، فصار عنده اعتقاد انه كل ما ياخذ انتيبايوتيك هو بتحسن، ولكن هذا اعتقاد خاطئ. الانتيبايوتيك كثرته بتؤدي لضعف المناعه، حتيجي يوم بكتيريا بتصيب جسمك ما بتستجيب للمضاد الحيوي اللي حصل، عنده ريزيستنت على الانتيبايوتيك، بصير مشاكل زياده، ما يضطر انه ياخذ 3 انتيبايوتيك او 2 مشان يعالج نفس المرض اللي كان يمشي بانتيبايوتيك واحد، بالاضافه للمخاسر الماديه اللي بتعرف الانتيبايوتيك مش الواحد، وكل عقاقير تدخل في جسمنا وتطلع بدون فائده. حتى العقاقير الثانيه اللي هي مش انتيبايوتيك ما ثبت علميا انها بتفيد جدا في الكولد فلو، لذلك ما ننصح انه ياخذ الناس الا بس لتخفيف الاعراض مثل البنادول او شيء يخفف السيمتوماتيك تريتمنت. يعني باختصار مفيد. امتى مريض اللي عنده زكام او عنده فلو ممكن يلتجئ للدكتور؟ يشوف الدكتور بعد كم يوم؟
من المرض؟ يعني احنا مثل ما اتفقنا في بدايه الحلقه انه الزكام او الكومن كولد بيقعد له 3-4 ايام، 5 ايام، ممكن اسبوع. اذا والله المرض ما تحسن خلال هالفتره ساعتها او طبعا اللجوء الى الطبيب هو شيء اساسي ومهم. او اذا شيء غير طبيعي ظهر على المريض، يعني هزال عام وارتفاع الحراره فوق درجه 40 مثلا وهبوط عام في الجسم وعدم التغذيه وكذا، كلها طبعا هي بتؤدي الى شيء ثاني، هي ممكن تخلي نكسات في الجسم للطبيب. نعم. هذا لازم يراجع الطبيب. نعم دكتور نظام ابو حسين، شكرا لوجودك معنا. الله يخليك، شكرا، وان شاء الله نشوفك بحلقه ثانيه. ان شاء الله، انا سعيد فيكم، شكرا لوجودك معنا، شكرا لاستضافتنا في البرنامج. حابين يكون موضوع اكثر وقت اكثر من هيك عن هيك هذا الموضوع، لانه موضوع كبير ومتفرع. طبعا متفرع وبكلف الدول ملايين ملايين، تعرف بسبب ماديا شو بيغيبوا الناس عن الشغل وشو بيعطوا المدارس الاطفال وشو بيستعملوا ادويه، كل هذا بتاثر على الانكم تبعت الدوله طبعا بسبب. شكرا لك. الله يخليك حبيبي، تسلم. خليكم معنا بعد الفاصل. هلا الضغط النفسي بحد ذاته ما بيعمل فلو أو زكام، لكن الدراسات بتدل إنه الضغط النفسي يخلي المرضى معرضين أكثر للإصابة بالزكام أكثر من غيرهم. كمان اللي عندهم ضغط نفسي بتكون فترة الإصابة بالزكام عندهم أشد وأطول من غيرهم. والأسباب هي بتدل الدراسات إنه الهرمونات المرافقة للضغط النفسي اللي بترتفع أثناء ما يتعرض الإنسان للضغط النفسي بتأثر على أداء الجهاز المناعي بالجسم وبالتالي على قدرته على مقاومة المرض. عندما يصاب المريض بالزكام، الزكام حياخذ فترته، لكن في عدة توصيات وعوامل ونصائح بنعطيها المريض بتخلي فترة المرض تكون أقصر ووطئة المرض أخف على المريض. التغذية الجيدة عامل مهم، السوائل الكافية، شوربة الدجاج، الليمون الدافئ مع العسل، الابتعاد عن التدخين، الابتعاد عن القهوة الزائدة، بعض الفيتامينات، فيتامين سي، مهم جدا الراحة، الابتعاد عن الضغط النفسي بتلعب كمان دور مهم. هاي كلها عوامل بتساعد المريض على تجاوز المرض بفترة زمنية أقصر. من الأخطاء الشائعة هو استخدام المضادات الحيوية في حالة الإنفلونزا، لأنه الإنفلونزا عبارة عن مرض سببه فيروسات، والفيروسات ما بتستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية، لذلك من الخطأ استخدام المضادات الحيوية. استخدامها فقط بحالة إذا كان المرض اتطور إلى إنتان جرثومي بعد ما يكون في فيرال إنفلشن، بعد ما يكون أول شيء التهاب فيروسي، فبهالحالة بيكون في فائدة باستخدام المضادات الحيوية. أما بالحالة العادية فلا، ما بصير استخدام المضادات الحيوية. ما بيعمل بحد ذاته زكام، لكن أحياناً التعرض للبرد الشديد بيهيئ الإنسان ليصاب بالزكام، لأنه البرد الشديد قد يؤثر على أداء الجهاز المناعي، قد يؤثر على الغشاء المخاطب للجسم بيؤدي إلى تأذي فيه، فبيسهل على الفيروسات اختراق الجسم وبالتالي على الإصابة بالرشح. لقاح الإنفلونزا ما بيعمل رشح بحد ذاته، لأنه اللقاح عبارة عن فيروسات مقتولة. الفيروسات بتم زراعتها وتربيتها في وسط مناسب اللي هو البيض، وبعدين بيتم قتلها وحقن المريض في حقن الإنسان فيها، وبالتالي الجسم بيتعرف على هاي الفيروسات المقتولة وبيكون دفاعات ضدها. بهالحالة إذا تعرض مرة تانية مستقبلاً الجسم بيدافع عن نفسه، فاستخدام هاي الفيروسات المقتولة ما بيعمل زكام، لكن المريض أحياناً
لما بياخذ اللقاح ممكن اول يوم او يومين يشعر ببعض الاعراض الخفيفه مثل الحراره الخفيفه او السيلان. هذا دليل على انه الجسم استجاب للقاح وكون دفاعات وبدا يكون دفاعات. لكن احيانا بصير في زكام عند المرضى اللي بياخذوا اللقاح، ليس بسبب اللقاح بحد ذاته لكن في اسباب اخرى. احيانا بيكون مريض تعرض قبل بيوم او يومين او ثلاثه لعدوى، لكن في فتره حضانه سموها للزكام، بعدين بعد ما ياخذ اللقاح ممكن بعد يوم او يومين تبدا تظهر الاعراض. احيانا يصاب المريض بالزكام لانه يصاب بفيروسات مش مشموله باللقاح. اللقاح عاده بيشمل أشيع الفيروسات الموجودة، هي ثلاث فيروسات بتكون موجودة أشيعها بيعلو منها اللقاح وبياخذها المريض، لكن هي لا تشمل كل الفيروسات الموجودة بالوسط المحيط بالإنسان، لذلك ممكن الإنسان يصاب بفيروسات مش متضمنة باللقاح. وأحيانا يصاب الإنسان بالرشح خلال هاي الفترة، لأنه اللقاح لما بنعطيه للمريض حتى الجسم يكون مناعة كاملة بيحتاجها حوالي أسبوعين، لذلك يمكن خلال هاي الفترة أحيانا يصير زكام. أما بشكل عام اللقاح ما بيعمل زكام. هلأ المرضى اللي بتغطوا بشكل جيد وتعرضوا للتعريق أو بيستخدموا التبخيرات، هذا الشيء بيساعدهم ولو بشكل محدود على تخفيف أعراض الزكام، لأنه بيفيد الأغشية المخاطية وبيخفف الانتفاخ فيها وبيحسن أدائها، فبيسهل على المريض أنه يعني أعراض الزكام. استخدام القناع بالوجه لدى مرضى المصابين بالزكام له فائدة مهمة، لأنه بخفف انتشار المرض بالمجتمع وبخفف العدوى من مريض لآخر. لذلك المريض لما بيستخدم القناع على الوجه بخفف انتقال المرض منه للآخرين المحيطين فيه بنسبة عالية جدا، وبالتالي له فائدة لا شك بهالحالة. العوامل اللي بتساعد المريض خلال فترة الزكام استخدام فيتامين سي، بيساعد خصوصا إذا استخدم بالمراحل الأولى من الزكام. حتى بعض المرضى اللي بيستخدموا الفيتامين سي قبل ما يصابوا بالزكام بكون نسبة إصابتهم بالزكام أخف من غيرهم. الزنك دراسات مختلفة عليه، لكن الدراسات اللي أدت أو أظهرت له فائدة أظهرت الفائدة فقط إذا تم استخدامه بأول يوم، لكن بعدين تكون فائدته محدودة. الغذاء دائما هو العامل الرئيسي المسبب للعديد من المشاكل الصحية، عشان هيك بكل حلقة نحن منخصص فقرة كاملة عنه لزيادة وعيكم بضرورة المحافظة عليه. التقرير التالي بيحمل العديد من الإجابات. كثيرون يستعجلون الاستنجاد بالأدوية خصوصا تلك التي تباع من دون وصفة من أجل مكافحة عوارض الزكام، على رغم وجود ترسانة غذائية استخدمت على مدى قرون وأثبتت أنها مفيدة في مقاومة الزكام وأن فعلها مماثل تماما لتلك الأدوية. تساهم التغذية السليمة المتوازنة والتي تحتوي على العديد من العناصر الأساسية والمهمة للمحافظة على قوة الجسم عن طريق تقوية الجهاز المناعي، ويأتي في مقدمتها الخضار والفواكه والتي تمد الجسم بالعناصر التي تقوي جهاز المناعة مثل الفيتامينات والمعادن. كما أن للبروتينات دورا مهما في تقوية الجسم مثل الأسماك والبيض والبقوليات والمكسرات. وفي المقابل يجب الحرص على الحد من الأغذية التي تحتوي على السكر، حيث إنها تساهم في إضعاف جهاز المناعة عند الإنسان. لذلك يجب الحد من المشروبات الغازية واستبدالها بالأغذية التي تحتوي على العناصر المفيدة للجسم. وطبعا يجب عدم نسيان شرب السوائل بكميات وافية للمحافظة على رطوبة الأغشية المخاطية للطرق التنفسية ومنع الجفاف عنها، لأن البيئة الجافة تسهل نمو فيروسات الرشح.
وكالعادة خبيرة التغذية حنان وهبة معنا بالاستوديو لنسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك حنان. أهلا دكتور. الزكام والفلو لا وقته هيدا مرض اليوم ومرض العصر والعالم كله عم تعاني منه. مظبوط. نعم. بداية يعني الناس معودة أنه بهيك أمراض تأخذ دغري مضاد حيوي. نحن ما هيك على مضاد حيوي لأنه هذا موضوع سبق وناقشناه. بدنا هيك على الغذاء المفيد للأشخاص اللي عندهم أو بيعانوا من مرض الكولد أند فلو. الغذاء أهميته قبل ما الإنسان يمرض والسوائل فلو والسوائل أكيد كتير مهم إنه الإنسان يقوي مناعته خصوصاً لما بيكون مقرب على الشتوية وبيعرف كل سنة بيطلع فيروس جديد والفيروس سنة عن سنة حتى بيقوى وانتشاره وهيك بيصير إنه الإنسان عن جد بيتعب لما بيصيبه هذا المرض. يعني الرشح بيختلف أصلاً أنواعه، يعني في واحد مرشح، في واحد عنده حرارة، في واحد عنده إنفكشن، في سعلة، يعني بيختلف أنواعه. أولاً لأنه الفيروس بيختلف نوعه، ثانياً لأنه الإنسان كمان جهاز المناعة عنده، في ناس تقدر تقاوم هذا الشيء، في ناس ما بتقدر تقاوم، في ناس عندها برون يعني انه مثلا يصير عنده سعلة او انه يسقط على صدره او انه يصير عنده انفكشن بزلعيمه، فتختلف في ناس. بس حتى كمان في اشخاص عندها امراض مزمنة ممكن تأثر على المناعة تاعتها، اكيد مثل الامراض السكري لان عندهم كثير الالتهابات بتكون حادة اكثر من غيرها فبيكونوا حساسين اكثر لهذا الموضوع. فهون دور التغذية بيلعب يعني اهميته بمحاربة هالاشياء بتقوية الجسم، يعني الاكل المتوازن، اتاكد انا انه عم باخذ الفيتامينز والسبلمنتس اللي هي بعتبرها انا بعتبرها كطبيب هي العلاج 100% بهيك حالات، يعني مش الأدوية. لا مش الأدوية، لأنه الشغل اللي الناس يمكن ما بتعرفها إنه وقت واحد يصير عنده الكولد إن فلو ما في شيء بيقدر يساعده. يعني خلص لما واحد بده يمرض بده يمرض لو شو ما عمل، رح يمرق بهني whatever 5 أيام أو 7 أيام بده يمرق فيهن، الرشح رح يصير. كل اللي بيعملون يمكن بياخد أدوية لتخفف الألام، الحرارة بالضبط، الأوجاع، بتنزلوا الحرارة، بتنزلوا. بنفس الوقت هذه شغلة إيجابية للجسم إنه المناعة عند الإنسان تتجدد، يعني بتتجدد أكيد مرض. أكيد. فالغذاء أهم شيء إنه الإنسان يعني يتبعه بطريقة صحيحة قبل ما يمرض. بس طبعا كلنا رح نمرض وكلنا يعني بالسنة مرة أو مرتين بيصير معنا هيدا الشيء، وقد ما كان الإنسان منتبه على حاله. يعني في فيروس هلأ بفكر الناس إنه مثلا أنا إذا طلعت وشتت علي الدنيا وبردت يعني أنا رح رشح. هالشيء غلط، هو مش البرد والشتاء هو اللي بيمرض الإنسان، هو المناعة هو ضعفه، يعني بيضعف الإنسان، بيجي بردية بيضعف بهذا الوقت فبتأثر فيه الفيروس لأنها بتكون منتشرة. هلأ لما الإنسان بيمرض شو بيقدر يعمل كغذاء قبل ما ياخد أدوية؟ إذا كان مثلا عنده إنفكشن لازم ياخد يمكن أنتيبيوتيك أو أنه شيء لينزل الحرارة أو شيء للسعلة، هاي كلها يعني مهدئات. بينما بالنسبة للغذاء أول شغلة لازم يعملها أنه إذا ما جاي عباله يأكل ما يغصب حاله على الأكل. يعني هلأ بيكون جسمه للإنسان عم بيحارب الجهاز المناعة والدم وكريات الدم الحمر والبيض وهيك عم بيحاربوا المرض أو الفيروس، فما لازم الإنسان يغصب حاله. يعني في ناس بتلاقيهم أنه لا بالقوة بدي أكل، بالعكس أنت لازم يعني تريح الجهاز الهضمي تبعك بهذا الوقت، يعني ما أكل وقع أنا مثلا رز ودجاج ولحم، بالعكس أهم شيء السوائل أكثر أهميتها أكثر من الأكل بهذا الوقت. بس السوائل لازم تكون مفيدة، يعني ما لازم تكون بس مي أو ما لازم تكون بس عصير. يعني يبتعد الإنسان عن كل شيء بينشف له جسمه من السوائل، القهوة والشاي والكحول أكيد أول شغلة بتنشف تعمل ديهايدريشن بالجسم، يبتعد عنه. يعود عن عصير الخضرة، عصير الفواكه، وعلى السوب أهم شيء، مثل ما بتعرف تشيكن سوب أو شوربة الخضرة والدجاج معروفة صار لها أكثر من 800 سنة معروفة، بيحكوا عنها من أيام الفراعنة قد هي مفيدة. ولكن مش التشيكن سوب اللي أنا بفتحها يعني جاهزة أو بالكان أو بشربها، لازم التشيكن سوب تنعمل من عظم الدجاج لأنه هو هيدا البون مارو اللي موجود
بعدم الدجاج هو اللي مفيد، وطبعا الخضرة اللي موجودة، والخضرة إذا كانت فريش أحسن، وتكون خضرة من الأرض، يعني مش بس مثلا جزر وبازيلا ولوبيا وهالأشياء، لا نجيب كرات، نجيب مثلا الفنل، نجيب المشروم، كتير مهم، جميع أنواع المشروم كتير مهمة. السبايسي فود مهم على فكرة، بتلاحظ الإنسان أنه عن جد تتفتح السينسز تبعوله لما بياخد سبايسي. فكمان بتنحط مثلا بالشوربة، ينحط أنواع سبايسز، ينحط الحر الأحمر اليابس، ينحط مثل ما هو التوم، كتير له دور، التوم والبصل كتير بقوي المناعة، هولي أنتيبايوتيك طبيعيين. مظبوط، هاي شغلة يبتعد الإنسان عن مشتقات الحليب، لأنه فيها البكتيريا اللي بتخنق عنده، يعني بتعمل له بلغم وبالزلعيم وبالسينسز، يعني بفضل أنه بهيدا الوقت يبتعد عنا، ويشرب كتير مي. وإذا هو يعني حس أنه في مجال أنه يأخذ سبليمنت، يأخذ سبليمنت. شو هي السبليمنت أكثر شيء المفروض يأخذها المريض بالكرول او الفلو بهالسيزن هيدا كمان؟ اوكي، هلا اللي ما عليه نقاش ان الفيتامين اي، المشتقات البي والزنك كثير مهمين، والسبلمنت اللي عليه كثير نقاش هو الفيتامين سي. ليش نحن يعني كل العالم بتكون بس يكون عندها كولد دغري بيركض على العالم بجيب الفيتامين سي وبصير كل يوم انه حبه، او مثلا بكثر من انواع الاكل اللي هي بتحتوي على الفيتامين سي؟ مزبوط. فطبعا مثل ما تفضلت قلت الدراسات ما أثبتت يوم ما أنه فيتامين سي له دور بالمناعة من هذا المرض، ولكن له دور بس بخفف من العوارض وبتنشيط الإنسان يعني يومته وقته. ولكن الزنك دوره أهم من الفيتامين سي. مزبوط. هاي معلومات يعني هي للأسف خاطئة، أنه أول ما الإنسان يمرض بروح بيصير بيشرب يعني عصير برتقان وبيعصر حامض. هلأ الحامض والزنجبيل والثوم والعسل هدول كتير منيح ليخففوا من الإنفكشن. وفي شغلة أنا بدي زيدها، الحديد. نعم. الحديد مفروض الأشخاص اللي عندهم فلو ما يأخذوا أو هن ماشيين على أدوية حديد يوقفوها، لأنه الفيروس عادة بيستغل الحديد مشان يتكاثر. فوقف الحديد بخلال المرض بيساعد على أنه عدم تكاثر الفيروس. هاي معلومة جديدة، أنا أول مرة بسمعها، بس رح ضيفها عندي على معلوماتي. أكيد مفيدة. هلأ بالنسبة للفيتامين سي هو منشط، الدراسات كيف اختلفت؟ أولا أنه قديش الدوز، يعني الدوز لازم يكون كتير عالي، دوز اللي نحن بناخده من كباية عصير البردقان كتير واطي كتير خفيف، وطبعا بتكون معصورة قبل بوقت، ومثلا إذا بقدموها بالمطعم بتكون خفت فيها الفيتامينز اللي نحن بناخدها، بتصير بس هي سكر. فلازم الفيتامين سي ناخده من او باودر، بودره تكون يعني راسا تدخل بالدم ب 20 دقيقه، او اللي هو الفوار مثلا، او من الحبوب الفيتامين سي، ولازم تكون الدوز فيها كثير عاليه لها فعلا واحد يتاثر، يعني لازم تكون مرات توصل ل 5000 ملي جرام او مثلا 1000 ملي جرام كل 3 4 ساعات ناخذ منه حبه. المشروبات الساخنه كمان كثير مهمه بهذا الوقت، انه واحد يضل يشرب سوائل سخنه ويشربها عن جد هي وسخنه، لانه البكتيريا او الفيروس بتحب بخصوصا بهذا يعني بالشتاء بتحب يعني تنمى بجو بارد. فالكل ما بخفف لما التفاعل تبعه. مزبوط. وعلى فكره نوقف الحلو هو الانسان مريض، لانه في بالكريات الدم الحمر ماده بتخف لما بيزيد السكر بالجسم، فهي بتكون هيدي الخلايا عم بتساعد جهاز المناعه انه يتغلب على المرض او يتغلب على الفيروس. فما بدنا نحن اي شيء انه يخفف من قوه هيدي. حنا نوهي بشكرا لوجودك معنا، موضوع دكتور. كبير وشيء وبده وقت اكثر من هيك، بس للاسف وقت دهمنا. ولا يهمك. مشاهدينا الكرام خليكم معنا بعد الفاصل. عودة من الفاصل، وهلأ إجا وقت الرياضة مع حنان وهبي، خلونا نشوف التقرير سوا. مرحبا فيكم مشاهدينا مجددا بفقرة رياضة جديدة من دكتور أم. أنا موجودة بنادي بادي لاينز ببارك روتانا أبو ظبي، واليوم رح نكفي الحلقة اللي حكينا فيها مرة الماضي عن هيدي الماشين اللي اسمها كيناسيس. مرة الماضي حكينا عن أبر بادي، اشتغلنا على الكتاف، على عضلات الصدر وعضلات الظهر والإيدين بنفس الوقت.
اليوم رح نحكي بنفس الماشين كيف فينا نستخدمها لنمرن عضلات المعدة وعضلات الإجرين lower body و abs. طبعا انتم بتكونوا محظوظين اذا عندكم هيدي الماشين بالجيم تبعكم او بالبيت، لانه هيدي الماشين كثير امنه بتشتغل against resistance، يعني نحن عم نشتغل بطريقه امنه، ما عم نحمل وزن وما عم نستخدم ماشين شوي بلكي، يعني بس نستخدم هدول الحبلتين والوزن اللي موجود وراي وبنحرك جسمنا بطريقه كثير امنه. فهلا انا رح فرجيكم هاي الحركات كيف هي. أول عضلة رح نشتغلها هي عضلة الأوبليكس أو العضلة الخاسرة اللي موجودة على جهتين من الجسم باستخدام المقبضين الموجودين على اليمين والشمال. بمسك الحبل هيك بهالطريقة وبقرب الويت لعندي. هلا كتير مهم إنه نحن نعرف أي ويت بدنا نستخدم، سو منضلنا منجرب الحركة على الأوزان المختلفة اللي عندي ومنشوف أي حركة بتتعبنا شوي، يعني ما لازم الوزن يكون كتير خفيف. أول حركة هي للأوبليكس، بتأكد إنه أنا واقفة جالس وبتأكد إنه جسمي مش هو اللي عم يبرم بس إيدي، بخلي الويت هيك قدامي وبدي أبرم جسمي لميلة وحدة. مثل ما ملاحظين اللور بادي تبعي ما كتير عم يتحرك بس الأبر بادي، ودغري أنتوا رح تحسوا إنه العضلة اللي نحن لازم نشغلها اللي هي عضلة الخاسرة دغري بلشت تحسوا بالوجع تبعها. Out fast back slow. مثل ما قلت لكم فيكم تزيدوا الوزن، واذا حسيتوا انه هاي الحركه صعبه شوي عليكم بلشوا بس بايد وحده وعلى جهه وحده مثلا، وبعدين كفوا الجهه الثانيه، وبعدين فيكم تحطوا هول الاثنين لانه طبعا بيزيد الوزن بهالطريقه وبتبرموا جسمكم شمال ويمين. هيك بكون حركت عضله الاوبليكس. والعضله الثانيه اللي بنشتغل عليها هي عضله المعده من فوق ومن تحت، وبدي استخدم المقبضين الموجودين تحت بهالطريقه هاي، بدي اقربهم لقدام. انا بس احمل الوزن بهالشكل هيدا دغري رح احس انه عضلات معدتي بلشت تتحرك. بقرب الوزن هيك وكاني عم بعمل كرانش، بس انا رح اعمل كرانش انا واقفه، وبجيب ركبتي لعندي وبنزل جسمي هيك. لاحظوا كيف انا ماسك الوزن وعم جرب قد ما فيي، عم بشتغل على الريزيستنس، يعني الوزن بده يشدني لتحت بس انا شاد الوزن لفوق وبجيب ركبتي لعندي. طبعا فيكن اذا بدكن انه تعملوا هيدي الحركه بس من الاعلى، يعني بدون ما تشغلوا ركبتكن اذا لقيتوها صعبه، بس اذا لقيتوها سهله وبدكن تشوفوا نتيجه سريعه يبقى منشغل كمان الركبه. هيك بنكون عم نستعمل عضلات المعده من فوق ومن تحت. وهلا فرجيكن كيف تستخدموا هيدي الماشين لللور بادي لانجز وسكواتس. الحركتين التانيين اللي رح نحكي عنهم هن لعضلات الاجرين. مثل ما بتعرفوا اهم حركتين للاجرين دائما بيكونوا السكوات واللانجز، وهيدي الماشين كثير امينه لنشتغل عليها مشان ما يكون الويت كثير مضايقنا، وخصوصا لما بنحط الويت فوق مثلا على كتافنا، مرات بيكون في ازعاج بالابر بادي اذا مثلا عضلات ظهرنا شوي ضعاف او عضلات كتافنا ضعاف، بينما هيدي الماشين رح نستخدم الوزن من تحت، يعني هدول المقبضين اللي تحت بنرفعهم بهالطريقه هاي وبضلهم ايدي هون كل الوقت انا عم بعمل لانجز وانا عم بعمل سكواتس. هلا طبعا عكس الابر بادي وعضلات المعده، عضلات الاجرين كثير اقوى وفينا نزيد وزن قد ما بدنا، فانا بنصحكم انه شوي تقووا حالكم بهيدي المنطقه وتزيدوا فيها الاوزان. هلا عضله الخلفيه من الجسم تشتغل لما نحن نعمل حركه اللانج، بفتح اجري هيك بتاكد انه مفتوحين إناف عشان ركبتي ما تقرب لقدام، خلي ظهري جالس وصدري مفتوح وبمسك هدول المقبضين اللي هون. هلا اللي بدي اعمله انا انه بدي اشتغل على الريزيستنس، طبعا لانه الاوزان ثقيله بتحسوا انه هي عم بتشدكم لتحت، فكل اللي بدكم تعملوه انه بدكم تمسكوا بهدول المقبضين كثير مظبوط وبدكم تعملوا لانج اب اند داون انتم ماسكين بالوزن، فبتحسوا كانكم ماسكين دمبلز ولكن بطريقه شوي أأمن من الدمبلز لأنه في توازن من الجهتين، وبنعمل لانج من 8 ل 10 مرات على كل إجر. طبعا نفس الحركة بعملها على الإجر الثانية up and down
بهالطريقة هاي، ونفس الشيء حركة السكوات، بفتح إجري هيك أعرض شوي من الحوض، ظهري دايما جالس وصدري دايما مفتوح وكتافي لورا، ونفس المسكة اللي مسكتها فيها لللانج نفس الشيء بنعمل بالسكوات. ومثل ما ملاحظين الريزيستنس هو اللي رح يخدني لتحت، فأنا بتخيل إني في بنش أو في كرسي وراي وبقعد عليها. slowly down 3-2-1 up fast. هلا النزله رح تكون سهله ولكن الطلعه هي صعبه. ليه؟ لانه انا عم بحمل الوزن بالطلعه، مثل ما ملاحظين الوزن جاي من تحت، فانا ونازل الوزن عم بيساعدني وعم يتفش لي وزني وعم يتفش لي ايدي لتحت، سو كثير سهل علي انه انا انزل، ولكن بالطلعه هو المحل اللي انا بكون عم بحمل فيه الوزن. 1. والسكوات انا بنصحكم تعملوها بريبيتيشنز عالية شوي، يعني حتى لو عملتوا 15 ل 20 ريبيتيشن كثير بتستفيدوا، لانه عضلة الاجر من اكبر العضلات الموجودة بالجسم، ولما بتستخدموها بتحرق سعرات حرارية اعلى، وهيك بتكون خلصت هاي الفقرة واستخدمنا فيها المقبضين اللي من الجنب واللي تحت لعضلات المعدة وعضلات الاجرين، وانا بشوفكم بحلقة جديدة ان شاء الله، مع السلامة. شكرا لمتابعتكم ومراسلتكم لدكتور أم. ما تنسوا تراسلونا على العنوان الإلكتروني، وكاميرا البرنامج رح تتكفل بتوصيل كل الأسئلة اللي بنتمنى نجاوبكم عليها بأفضل فايدة. تبقوا على طول بصحة منيحة، مع السلامة.